أيها الكرام الفضلاء، الله عز وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن بعض الناس يقول لك يا وجه الله، يا رحمة الله أدركيني. قال الإمام ابن تيمية: وهذا كفر والعياذ بالله. هذا يأتي على ألسنة الناس، الله لا يدعى بأسماء بصفاته، إنما يدعى بالأسماء: يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا. وأن تختار الاسم المناسب للدعاء المناسب. ما ينفع إنك أنت تأتي تقول اللهم عليك بالكافرين، يا غفور يا رحيم، ما يصلح هذا لأنه ليس مناسب. لكن نقول يا قوي، يا جبار، يا متين، إلى غير ذلك. أيها الكرام الفضلاء، أما الله عز وجل بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى يتوسل إليه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يتوسل إليه بذلك، لكن الدعاء يكون فقط بإيش؟ يكون بالأسماء. أحسن الله.